إذا تعددنا الجمعة في بلد واحد من غير حاجة فأين نصلي؟ إذا تعددت الجمعة في بلد واحد من غير حاجة فالواجب على المسؤولين أن يمنعوا الثانية يعني التي حدثت أخيرا، لأنها طرأت على الأولى والأولى قد ثبتت وصحت. وإذا لم يمكن كما نجيب في بعض البلاد الأخرى يعني إذا لم يمكن منع الجمعة فليصلي الإنسان في الجمعة التي تقام أولا، فإن لم يتيسر له لبعدها فلا بأس أن يصلي الجمعة في المسجد الآخر.